ما في عندي أنا تجاعيد واضحة، عندي مجموعة تجاعيد. فأنا إذا كان الأستطباء بتجاعيدين ثلاثة واضحين، أوكي ندخل فيهم نفسنا ولا نعمل لا نرفع الجلد. هلا هون أوكي ما في تجاعيد واضحة، فرح نعمل لا نباج لا نو point by point لا نو البابيول. البابيول ما فيني أعمله أنا مع الهيالورونيك أسيد لأنه كثيف، صح؟ ليصير absorption بده تقريبا 3 أيام 4 أيام، فمزعج للمريض. هو دائما الميزو ثيرابي يمكن بس يعمل لي اكموزيس، بس ما لازم نعمل فوليوم، ما لازم نعمل فوليوم بالميزو ثيرابي، هداك صار فيلرز. فرح نحاول نحفظ جرعه قليله، رح نحاول نوزعها على هاي النقطه. دائما طبعا هون في عندي انا عدد شكلات ممكن يكون شوي رح تتحملنا شوي بين رب العالمين. هني تقريبا هو اكيد دنسيتي مسافه ما لازم تكون كثير بيناتهم، يعني تقريبا نص سنتي. اوكي اوكي هلا صار فرق هون وهون، شفنا الفرق بين هون وشفنا الفرق بين هون. حقنت اثنين تمام قلنا تقريبا 0.1 ل 0.2 والبوينت تقريبا نص سنتي نص سنتي. بس شوفوا نحن حقنا اوكي يو هاف نوت تو موف يور يس نوت تو سي ذا ديفرنس. هلا هون انا حقنا شفت الفرق ما بين هون فورا مباشرة. أنا عم بعمل فوليوم، عم برفع عم برفع، بس ما لازم أدخل دي لكذا سبب. أوكي مثلا هلا هاي التجربة واضحة. أوكي طبعا في صعوبة بالحكمة لو حطينا للهيرونيك سيروم سوليوشن لا انا بدي الدنسيتي له، هي الدنسيتي له لسه بما انه ميزي سيرابي هي لساتها خفيفه. اذا انا كمان عملت له سوليك انا في صعوبه اوكي ما في مشكله، بس انا اذا خففتها اكثر كمان رح استفيد. يعني نحن دائما عم نحاول هون نرجع ثاني مره نعطيه يالورونيك اسيد بالمنطقه اللي صار فيها التجاعيد. صعب الحقن اوكي لانه انا لازم استخدم النيدل اللي هي نيدل الانسولين. اوكي هلا لو المنطقه اللي انحقنت عم يصير فيها فرق ما بين هاي وهي. اوكي ما بعرف اذا عم تشوفوا قديش الكمية اللي عم نحكي انتو؟ صفطة ايه؟ لا نحن مش رح نقدر نكفي الرقبة كلها لأنه هو بانشر كتير بانشر كتير بكميات قليلة.
بس هون بتاكل هون لا هيالورونيك اسيد لا it is difficult to be absorbed quickly by the body so it will not give side effects يعني انه صعب يمتصوا الجسم فما في مشكله انه اذا انا اعطيت سرعه عاليه مش رح يمتص بسرعه فما في مشكله تمام هي هون التكنيك هيك لهذا الشكل حسينا في فرق بين المنطقه اللي حقناها والمنطقه الثانيه اوكي يمكن مش قادر بقى تكفي مؤلم تكفي طيب بالله لا الإفكت أول مرة حاولي ما تقللوا للمزيد أول مرة حاولي ما تقللوا